الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا في سلسلة حلقات الرد على الصوفية، وشغالين الآن في حلقات عن الطريقة التجانية، ولسه ما كملنا. ده مقطع وفيديو تجانية فيه يزعم إنهم بيذكروا الله سبحانه وتعالى. حكم هذا الفعل في الشرع باطل ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. يعني هل نحن بنطلع على الغيب إن ربنا قبل ولا قبل؟ لا لا لا، ربنا حكم كده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني أي عمل الزول يعمله في الدين، يعني المقصود بالأعمال هنا في الدين، لأنه قال في أمرنا هذا، يعني أمر ديننا. عشان ما الزول يقول لي طيب المروحة والمكيف والطيارة والصواريخ دي ما بدعة برضو؟ لا لا، الحديث ده بيتكلم عن الدين، الأعمال في الدين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني أمر ديننا. يعني الأذكار بالطريقة دي اللي بيعملوها التجانية دي وجميع الطرق الصوفية كلهم، السمانية والقادرية والركينية وغيرهم 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 والختمية وغيرهم، دي ما أذكار لا من ما جات من القرآن ولا من السنة، جاوة من راسهم براو. وهسه المقطع ده شاهد على الكلام ده. جماعة بيقولوا هو 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 هو، في النهاية يقول هو 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 زي الكلاب. هل القرآن فيه ذكر زي ده؟ ما في. هل السنة فيها ذكر زي ده؟ ما في. بل السنة نهت عن أي عمل في الدين، كان ذكر، كان عبادة من الصلوات، ولا الزكاة، ولا نوع من الصيام، ما جاء في الكتاب والسنة باطل يا أخي. هو الذكر ذاته إذا زول حرف فيه وغير فيه برضه ما بيكون صحيح، بدليل ما جاء في صحيح البخاري حديث البراء بن عازب قال: كان النبي عليه الصلاة كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام آخذا بيدي، فقال لي: يا عبد الله، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. بالله عليك انتبه للكلام ده عشان تعرف إنه الدين ده هو ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، تاني ما في دين. عشان كده الإمام مالك قال: ما لم يكن يومئذ، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. انتهى الموضوع خلاص. طيب، قال: فقال لي: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن. دي من السنة، لو دارت نوم بالليل تسوي كده. ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. لحدينا. ثم: آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك، انتبه، وبنبيك الذي أرسلته، إلى آخر الحديث. وراه بعد ذلك فائدة هذا الذكر عند المنام، لحد وبنبيك الذي أرسلت. البراء قال: قلت أسمع للنبي عليه الصلاة والسلام عشان صححني، فقال الذكر كله لحد ما وصل: آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلته. يعني اللي تغيرت شنو؟ النبي علمه بنبيك الذي أرسلت، وهو ما قصد، فقام قال: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، قل كما علمتك. والحديث البخاري، كلمة بس بين نبيك وبين رسولك، بين نبيك وبين رسولك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا لا لا، قل زي ما علمتك في الذكر ده. يبقى ده الدين يا جماعة. الدين ده ما فيه زيادة، ما يجوز لزول يزيد فيه، لأنه لو زول قال أنا بزيد
أول شيء خالف ربنا سبحانه وتعالى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وخالف النبي عليه الصلاة والسلام. نمرة اثنين اللي بيقول أنا بزيد ده معناته زعم إنه الدين ماله ناقص فبيحتاج إلى زيادة عشان يكمله، وده باطل وتكذيب للقرآن الكريم في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص اكتمل ما عنده ثاني حاجة، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم الذكر ده يا جماعة هو ما ذكر، ناس بيقول هو 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 بعض شيء بيقول هو هو، ده كيف يكون دين؟ ومعناته شنو باللغة العربية ذاته هو هو دي عند الكلاب؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم نباح الكلاب بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا. فده الشغل التجاني ده شغل بتاع دجل وشعوذة، ولا يمكن يكون ده أصلا دين ربنا يقبله. يا أخي تهوهو تقول هو 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 ربنا يقبل كلام زي ده، وناس ينططوا وناس يقعوا، ده كل كلام باطل يا ناس. وده دين الصوفية، الحمد لله ربنا فضحهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وبراهم قاعد يصوروا الفيديو هذه يرفعوها قايلين إنه الناس دي ما فاهمة ولا بتفهم ذات، هم قايلين كده فبنشروها للناس يقول لهم شوفوا ذكر التجانية هو 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 هو، لا يمكن يكون ده دين ولا عنده علاقة بالعقل أصلا، عشان مش دين ولا عنده علاقة بالعقل أصلا، ولا يمكن لعاقل إنسان مجرد إنسان عاقل خليه عالم ولا طالب علم عاقل يتابع النازل في الدجل والشعوذة والزندقة بتاعتهم دي. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.